كل شيء لذيذ بمعنى أصح، كل شيء لذيذ أحبه. بس إذا يعني تبغى شيء مفضل، أكل الأكل الكويتي مجابيس بشكل عام، الأكل الياباني، مطاعم البرجر والمشروبات الغازية والفرايز وكل شيء ما شاء الله كل شيء. الأكلات المفضلة عندي وايد، أحب السوشي، أحب الورق عنب، أحب الأكلات البحرية. الأكلات الشعبية عندنا في الأردن يعني بتبلش بكفتة بطحينية، المقلوبة، في أكلات شعبية بسيطة زي قلاية البندورة، وعلى رأسهم طبعاً اللي هو الوجبة الرئيسية اللي هي المنسف. يعني أحلى أكلة كويتية عندي مجبوس لحم، ممكن بالحلو الجيمات مجبوس اللحم طبعاً وتشريبه. الدول اللي أثرت على الأكل الكويتي الهند، بشكل يومي إذا بنتريق لازم يكون في شباتي سمبوسة، الكل يأكل هالأكل. الهند طبعاً أكثر دولة تأثرت فيها المطبخ الكويتي، والدول المحيطة من فارس وغيرها من الدول. إحنا كوننا يعني الأردن مع بلاد الشام يعني الداخل عليها من سوريا وفلسطين، تقريباً المطبخ صار شبه مطبخ واحد. يعني مثلاً المحاشي من سوريا، مثلاً عندك المسخن من فلسطين، فكل هاي الطبخات صارت يعني شبه يعني بالأردن يعني رسمية. يعني شلون انتقل انتقلت العادات عندنا من السفر والتجارة؟ قبل الكويتين تعرفوا عليها عن طريق السفر، الترحال، تواجد بعض الهنود بالكويت وتواجد الكويتيين في الهند في ذيك الفترة، يعني نقل هالثقافة الغذائية. يكون من الهند حسيت، لأن كان عندي تجربة صغيرة مع الأكل الكويتي برا الكويت، فمرة كنت ماخذ مجموعة أكلات كويتية وموديهم معرض دولي، فأنا أحط ويمر علي واحد مثلاً من الهند يقول هذا أكل أكلنا إحنا أصلاً، أطلع الجيمات يقول هذا بعد مالنا إحنا، أطلع الزلابي يقول هذا مالنا إحنا، كل شيء مالهم. أطلع مطبق طبق زبيدي مجبوس دي اي منسف، طبعا منسف طبق زبيدي صح، ايش ودي اي حشو كشمش وشويه بصل ونخي ومرقه بطاط معبوج اشار اشار تقوس. طبعا راح ابوق المعبوج اللي عندك نشارك فيه. اكلت مجبوس لحم البعير والدجاج، يعني كل انواع المجبوس، ما في شيء فلت من تحت ايدي، كله بقلبه. يعني انا احس اعتقد ان انا عارف لحم، عيش، شويه خضره ومكسرات، والخبز اللي يسوون عندهم في الاردن اتوقع انه ما غلطان عدل المكونات هي، واصلا لبن بس بيحضروه بطريقه انه يصير صلب، يصير اسمه جميد. يعني كان اصلا لبن عادي بعدين لبن بس مع المراحل صار صلب، بعدين رجعوا طبخوه. هذه معلومه جديده. بهارات البهارات، واعتقد دقوس او مرق المعبوج. انا السمك الزبيدي والرز اللي معه يكون مطبوخ، اتوقع بنكهه في بهارات معينة ما صعب أعرف شو هي. الحشو يعني طعم الزبيدي رهيب مع الطقوس يعني، والحشو اللي موجود يعني طعمه لا يوصف صراحة. حشو اسمع دوانا يبي الله هو بالخمس قفشة من وراء البريل اليسار. طبعا في ناس يمردونها بس أنا مصاب الجو أونس. يعني الأكلة مميزة إنها مو ناشفة، واللبن مع العيش واللحم قاعد يعطي إضافة مميزة. يعني هذا اللي خليني أنا أحب صراحة أكلة المنسف. كل أبهار ما في طعم ديري. أنت يعني بشكل عام بالأردن هذه أكلة يومية ولا بالمناسبات؟ لا هي أغلباً بتكون يعني بالمناسبات،
فصعب يكون يومي يعني ما راح تطلع لا على شغل ولا ما راح تستطيع يعني يعني ثقيل يعني راح يكون عكسنا احنا الزبيدي والمطبق والهذيلا كلهم يعني خفيف يومي شبه يومي اي خفيف هذا بيكون مو خفيف يمكن بس احنا متعودين عليه شوي قلت من زمان مو ماكل مجبوس اي يعني بالبيت ما تسوون بلا نسوي بس مضطر عشان شويه رجيم انا مو شبه يومي مجبوس دياي مجبوس دياي مجبوس لحم مجبوس دياي شلون شي تسوونه تعجنونه وتخلونه شي ما يطيح انا ما ما اعرف في ناس يجي يمردونه يلقمونه شي خلاص شي يلقمونه ويحذف انا ما اعرف اسوي شي بضربه صابيه